بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي سيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي سيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقولهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نوضع واحد القبول خاص للهيبة والقبول. الناس اللي ما عندهمش لا هيبة لا قبول، لا في العمل ولا مع أي شخص هضروا معاه، ما تيكونش عندهم قبول. اليوم إن شاء الله غادي نحط لكم واحد الوصفة خاصة للهيبة والقبول، هي من أسماء الله الحسنى، ولكن الشرط الوحيد أنك تلتزمي بهذا الاسم ان شاء الله اللي غادي نحط لكم اليوم الصيغه ديالو بحول الله وقوته. اول حاجه غادي نجيبوا المكونات اللي غادي نقراو عليهم، ساهلين ماهلين. عندك تمره غتجيبيها، عندك مشماشه غتجيبيها، عندك شريحه التين، عندك تهيا نخدمو بها. اللي عندك وحده من هادو، وحده من هاد المكونات، هو التمر ولا المشماش. هذه مشماشة جافة، وعندنا يكون إما تمرة تي نحيدو النوى ديالها، وغادي نعطيكم هاد القراءة اللي غتقراو عليها. وعندنا حبة العشق، وحدة حبة العشق واحدة، وعندنا قليل من الملح، قليل من الملح، وغادي نحطوها بابي ألمنيوم. هذه خاصه بالولاد وخاصه بالبنات وخاصه بالناس اللي ما عندهمش قبول مع الناس، الناس اللي ما تيكونوش جذابين مع الناس، الناس اللي تيكونوا هضرتهم بحال الريح، تيكونوا مع الناس ما تيسوا والو، تيكونوا جالسين بحال ما جالسينش، الناس ما تيعطيهمش قبال، الناس ما تيعطيهمش قيمه. ان شاء الله. ولكن غدوم على اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم العزيز. اسم العزيز في كل صلاة، في كل صلاة غادي تبدا تقرأ يا عزيز، يا الله يا عزيز، وانت تقوله بخشوع يا الله يا عزيز. غادي نقرأ على هاد المشماشة، إلا عندك هاد المشماشة الجافة ديريها، عندك تمرة ديريها تحيدي لها النوى وديريها، عندك التين ديريه، هو تنقولوا حنا الشريحه في المغرب. المهم نحاولوا الشريحه تاهي، نحاول غادي نوضع فيها، نحلها من الوسط ونحط فيها هاد الملح اللي قريت عليها يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله 41 مره. تتكون هذه للقبول والهيبه، ولكن شرط وحيد أنك تكوني في كل صلاة تقولها 41 مرة يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. إذن هاد المشمشة غادي ناخد نحط فوقها أو الوسط ديالها حبة العشق. حبة العشق هي اللي عندها، هي حبة العشق واحدة، وغادي ان شاء الله ناخذ قليل من الملحه وقليل قليل من الملحه وحبه العشق واحده. هيا نديرها هنا، وغادي الملحه نقربها الى الفم ديالي مع المكونات، ونقول يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز. ندوم عليها 41 يوم، نحاول أنني هادي نزة معايا، نقرأ على هاد المكونات، نحاول أنني نخلي هاد الملحة هكا، نوضع فوق هاد الشريحة، لأنني أنا قريت فوقها يا عزيز المكونات كاملين. اللي ما عندوش حبة العشق يدير اللي عنده، إما تمرة إما مهم الملحة اللي غتقري على اسم العزيز، هي اللي غدار في وسط التمرة وفي وسط الشريحة أو وسط هاد سميتو. هيا نقرب هاديكم الشماشة هادي والملحة،
غادي نقراو عليهم يا عزيز. اما ندير وسطها الملحه، اما نخليها بحال هكا ونجمعها بحال هكا حيت نصور بيد ويد. ندير هكا نجمعها ونخليها معايا في الشنطه ديالي، الشنطه ديالي اللي مقريه عليها يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. نحاول انني ان نديرها، الا ما قدرش ندير هذه غادي ندير صريره بحال هذه، الا ما عنديش بابي المنيون ندير صريره ونهزها معايا فائس من العزيز وحبه العشق. اللي ما عندوش حبه العشق ما يديرهاش، يديرها الملحه وتمره وهذا، كي ما عندوش تمر يديرها ملحه فقط، ولكن قرأ عليها اسم العزيز. اسم العزيز هو الاهم من هذا الشيء كله. هادو وصفات تنحطهم للهيبه والقبول ان شاء الله بحول الله وقوته. مابقى لي غير نقول لكم دعموا القناه وفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.